مرحبا بكم، اسمي ريبيكا غراي وأنا واحدة من منسقي تحفيز المخاض في صندوق مستشفيات ليدز التعليمية. عند تحفيز المخاض يحتاج عنق الرحم إلى أن يكون مفتوحا لإنزال مياه الجنين، ويعرف هذا بالتمزق الصناعي للأغشية. وفي حال إذا لم يكن هذا ممكناً في بداية تحفيز المخاض، فهناك واحدة من طريقتين يمكن استخدامها لمساعدتك في فتح عنق الرحم. دايلابان هو إحدى الطرق التي يمكن اختيارها. فدايلابان هو موسع ميكانيكي غير هرموني، وهو عبارة عن قضيب رفيع لعنق الرحم يمتص السائل من عنق الرحم، وتوضع 4 أنابيب إلى 5 أنابيب داخل عنق الرحم لتحفيز المخاض. ويمكن تنفيذ ذلك أثناء الفحص بالمنظار المهبلي أو الفحص المهبلي، ويعمل دايلابان على امتصاص السائل، ما يتسبب في تمدد الأنابيب تدريجياً وتوسيع عنق الرحم نتيجة ذلك. ويترك دايلابان داخل عنق الرحم لمدة 12 ساعة، وبعدها يمكن إزالتها ويكرر إجراء الفحص المهبلي لمعرفة ما إذا كان عنق الرحم مفتوحاً بما يكفي الآن لإنزال مياه الجنين. ويستغرق إدخال دايلابان حوالي 5 إلى 10 دقائق، ويمكن أن يكون غير مريحاً بعض الشيء، ويمكن أن يحدث القليل من النزيف بعد إدخاله، ولكنه ليس مشكلة لك أو لطفلك. وبمجرد إدخال دايلابان يمكنك التحرك في المكان بشكل طبيعي، ومع ذلك لا يوصى بالاستحمام. أثناء وجود دايلابان في مكانه لا تشعر به معظم السيدات أنه موجود، ولا يتسبب دايلابان في حدوث انقباضات لأنه غير هرموني، ولذا لن تشعري بأي ألم في البطن أو بعدم الارتياح أثناء هذا الجزء من مسار تحفيز المخاض. ولأن دايلابان لا يتسبب عادة في حدوث انقباضات، فيمكن التوصية به لإنضاج عنق الرحم وترقيه إذا كنت قد سبق لك إجراء ولادة قيصرية، أو إذا كان يوصى بتحفيز المخاض بسبب مشكلة تتعلق بنمو الطفل. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات حول تحفيز المخاض في مقاطع الفيديو الصغيرة الموجودة في نشرة معلومات المريض أو باستشارة القابلة أو طبيبة أمراض النساء.